السلام عليكم. في الفيديو ده هبدأ شرح ازاي نحل مسائل structure باستخدام ال direct stiffness method. هبدأ بال rods، بعد كده ال diaphragm، بعد كده ال trusses، وفي الآخر خالص beams و frames. الطريقة دي هنطلع بيها ال displacement وال rotation المطلوبة، هنطلع بيها ال internal forces، وهنطلع بيها ال reactions في الآخر. طيب، ايا كان المنشأ اللي هيبقى عندي، سواء هو رود او تراس او بيم او فريم، فهي نفس الستبس هنفضل ماشيين عليها. كل اللي هيفرق بس القوانين بتاعه الاستفنس بتاعنا. فالموضوع سهل وبسيط ومتكرر، كل اللي محتاج بس شويه تركيز. طيب، اول حاجه هنبدا بيها الحل هي اني ارقم او اعمل اسمي كل جوينت واسمي كل ممبر عندي. في المسألة اللي عندي دي، ده رد، هيبقى قايل لي في السؤال ان ده رد، او من الشكل كده باين ان انا ما عنديش غير فورس بارلل في اتجاه الممبر اللي عندي، فبالتالي هو شايل فورس اكزيال بس، فبالتالي هو مش هيبقى عنده مومنت ومش هيبقى عنده شير، فيعتبر رد يعني فورسز ماشية في الاتجاه بتاعه. طيب، نبدأ نسمي كل جوينت ونسمي كل ممبر. أي ممبر بيبتدي وبينتهي بجوينت، تمام؟ فأنا عندي هنا ممكن أقول إن ده ممبر رقم واحد، أو ده جوينت رقم واحد، ده جوينت رقم اتنين، وده جوينت رقم تلاتة. ممكن أقول إن ده ممبر رقم واحد وأحطه في سكوير مربع كده، وأحط ده ممبر رقم اتنين وأحطه برضو في مربع. يبقى ممبر رقم واحد بيبدأ بجوينت واحد وينتهي بجوينت اتنين، ممبر رقم اتنين بيبدأ بجوينت اتنين وينتهي بجوينت تلاتة. أو ممكن أسميه بحروف، يعني ممكن أقول إن ده جوينت A، وده جوينت B، وده جوينت C، عشان بس ما تلخبطش. طيب، تاني خطوة عندك هي إنك تبدأ تحدد الـ degrees of freedom أو الـ DOF. إيه الـ degrees of freedom؟ من اسمها كده باين إنها درجات الحرية للمنشأ. طيب، درجات الحرية للمنشأ بتتحدد، أو الـ degrees of freedom بتتحدد على حسب الـ joints بتاعت المنشأ. حرية يعني المفروض إنها بتتحرك، يعني مفيش restraint، مفيش support، مفيش constraint، مفيش حاجة تعوق الحركة بتاعتها. يعني من الآخر كده، ما عنديش support عندها، أو ما عنديش reaction هيظهر عندها. طيب، لو كنا نتكلم في case general، لو أنا عندي member أهو، الممبر أوله joint وآخره joint، في كام degree of freedom للممبر ده؟ لو فرضت ان الممبر ده من جوه كده ستيف، مش هيحصل له اي ديفورميشن من جوه، اذا فانا عندي نقطتين هم اللي عندهم ديجريز اوف فريدم. بس خلي بالك، النقطه الاولانيه مسموح لها الحركه في اتجاه اكس، ومسموح لها الحركة في اتجاه واي، ومسموح لها دوران في اتجاه او حوالين اكس زد، تمام كده؟ طيب، نفس الكلام للجوينت دي، مسموح لها الحركة في اتجاه اكس سواء يمين او شمال، مسموح لها الحركة في اتجاه واي سواء فوق او تحت، ومسموح لها برضو بالدوران سواء كلوك وايز مع عقرب الساعة، او انتي كلوك وايز عكس عقرب الساعة حوالين محور زد. كده الممبر ده فيه 6 degrees of freedom، 6 درجات حرية. ده في حالة ان هو في ال 2D plan. في ال 3D plan ده حسبة تانية وموضوع تاني، بس احنا هنركز دلوقتي على ال 2D plan. طيب، لو انا بدأت احط supports
تعالى كده نبدأ نحط سبورت. لو أنا جيت هنا قلت أنا هحط هنا رولر بالمنظر ده، وهحط هنا رولر بالمنظر ده، كده أنا عملت إيه؟ كده أنا منعت الحركة في اتجاه الواي، يعني ما بقاش فيه واي، وبرضو هنا منعت الحركة في اتجاه الواي فما بقاش فيه واي، كده بقى أصبح عندي 4 degrees of freedom. طيب لو أنا جيت قلت بدل ما ده هيبقى رولر أنا هخليه هنج، هنج بتمنع الحركة في الإكس والواي، إذن أنا لغيت الديجري اوف فريدم اللي هنا، يبقى كده بقى عندي كام؟ 1 2 3، 3 degrees of freedom. طيب لو أنا جيت شلت السبورت ده وخليته فيكسد سبورت، فيكسد سبورت يبقى هو بيمنع الدوران وبيمنع الحركة في اتجاه اكس وبيمنع الحركة في اتجاه واي، يبقى انا عندي هنا 0 degrees of freedom. تمام، نفس الكلام لو حطيت فيكسد سبورت هنا هيخليك كلها المنشأ كله 0 degrees of freedom، بس على الوضع اللي هو فيه كده فانا عندي 1 degree of freedom اللي هي الروتيشن حوالين زد. طيب لو فرضت ان الممبر ده مش استف، مش هيحصل له يعني مسموح ان هو ان النقطة دي يحصل لها ديفورميشن سواء فوق او تحت، يعني يحصل لها كده مثلا، كده هيبقى عندي degrees of freedom كتير جدا ممكن احسبها عندها. بس السؤال التاني اللي هسأله لنفسي عشان احدد ال degree of freedom بعد ما سألت في الاول ايه الاماكن اللي مسموح فيها الحركة عند ال joints اللي ما فيهاش سبورت، تمام؟ السؤال التاني، هل لو انا حطيت هنا اعتبرت دي نقطة degree of freedom هل في معلومة جديدة هستفيد منها؟ بمعنى لو انا عندي بيم بالمنظر ده وعايز اعرف الديفليكشن اللي هيحصل هنا، يبقى انا ممكن اعتبر ان الجوينت دي عندها degrees of freedom والجوينت دي عندها degrees of freedom، ده الطريقة العادية. وعايز استفيد بمعلومة تانية هنا فهقسم الممبر ده لتو ممبرز واعتبر ان هنا كأن في جوينت عشان اقدر اطلع من عندها بمعلومة الديفليكشن اللي هيحصل عندي هنا. يعني هقدر اقول ان النقطة دي مسموح لها الحركة فوق وتحت ومسموح لها بالروتيشن، تمام؟ يبقى ده في حالة البيمز، هنشوفها بالتفصيل بقى في النقطة بتاعت البيمز. لكن بالنسبة للتراسز وبالنسبة للرودز فأنا يهمني بس إيه الحركة في اتجاه إكس والحركة في اتجاه واي. تعال نطبق الكلام ده على المنشأ اللي عندنا هنا. النقطة دي فيكسد سبورت كان المفروض عندها إكس وواي وزد، فالسبورت ده منع الحركة في كل الاتجاهات، إذا هنا 0 degrees of freedom. طيب تعال نشوف الجوينت التانية، الجوينت التانية اللي هي هنا اللي مرسومة عندي جاهزة، أو لو مش مرسومة فهي النقطة اللي عندها الفورس، لأن دي نقطة مهمة هطلع منها بمعلومة. طيب هل هنا في سبورت يمنع الحركة؟ لا، مفيش سبورت هيمنع الحركة. طيب المفروض إن ده يكون بيتحرك في اتجاه إكس ويتحرك في اتجاه واي ويحصل له روتيشن. بما ان المسألة دي رد انا عنديش غير فورسز في اتجاه بس الاكس، فانا يهمني الحركة في اتجاه الاكس بس، لان الباقي مش هطلع بيه باي معلومة جديدة، لان انا عارف ان مش هيتكون عندي مومنتس في المنظر بالمنظر ده ولا هيبقى عندي فيه شير فورس، اذا الروتيشن ملوش لازمة والدايركشن واي او الديجري اوف فريدم دايركشن واي ملهاش لازمة، يبقى انا هركز بس على اتجاه اكس. طيب في الحالة بتاعت اتجاه X يبقى أنا كده عندي 1 degree of freedom هنا، أدي أول degree of freedom. طيب بالنسبة للنقطة C، النقطة C هتلاقي إن ما عنديش X ما عنديش Y وما عنديش rotation بسبب الفيكسد سبورت، يبقى هنا 0، إذن ال degrees of freedom في المنشأ كله هي 1 degree of freedom، 1 degree of freedom اللي هي إيه بقى؟ اللي هي deflection عند النقطة B في اتجاه X، هي دي الـ unknown أو هي هو ده الـ degree of freedom اللي بيحكمني دلوقتي. يبقى تاني عشان أحدد الـ degree of freedom أنا بسأل سؤالين، السؤال الأول إيه المكان، ببص عند الـ joint وبشوف الـ supports لازم يكون ما عنديش فيها او عندي سبورتس تمنع الحركة عشان اشوف ايه الاماكن اللي هتتحرك فيها. وتاني سؤال بسأله لنفسي، هل انا محتاج اطلع deflection، هل محتاج اطلع force، هل محتاج اطلع reaction
عند نقطة معينة. لو الكلام ده نقطة جوه يعني الممبر نفسه، يبقى ده في الكيس بتاعة الممبر، ساعتها هبدأ أحط نقطة ديجري أوف فريدم. بس في الرودز ما عندناش غير النقطة دي اللي هي عند الجوينتس، وأشوف هو مسموح له الحركة ولا مش مسموح له الحركة. طيب بالنسبة لتاني نقطة، تاني نقطة هي أحدد عدد الأنونز. إيه المجاهيل اللي أنا أقدر أطلعها باستخدام الاستفنس عشان أعرف أحل المسألة؟ معظم المسائل اللي عندنا المجاهيل بتاعتك هي عدد الديجريز أوف فريدم. إيه المجهول اللي أنا لو عرفته هنا هعرف أحل المسألة؟ لو أنا عرفت النقطة دي هتتحرك يمين ولا شمال وبمقدار قد إيه؟ وانس إن أنا عرفته هعرف أطلع باقي المعلومات. إذن الأنون الوحيد اللي عندي هو الديفليكشن، هو ديفليكشن بي اكس. ده لو انا عرفت اطلعه هعرف اطلع بقيه المجاهيل. طيب الخطوه اللي بعد كده هي ان انا هكتب بس الايكويشنز اللي عندي اللي انا من خلالها هعرف اطلع قيمه الديفليكشن. طب ايه الايكويشن الجنرال اللي احنا درسناها زمان عشان اعرف اطلع ال displacement يعني؟ الايكويشن الجنرال بتقول لي الفورس اللي هتبقى موجوده على الممبر بتساوي الاستفنس بتاع الممبر اللي هي كي مضروب في الديفليكشن اللي هيحصل. الديفليكشن ده سواء هو displacement او rotation. يبقى تاني الفورس اللي هتتكون عندي بتساوي الاستفنس، والاستفنس ده بيتحدد عن طريق الريسترينز بتاعتك، وبيتحدد عن طريق الماتيريال اللي معمول منها الممبر، وبيتحدد عن طريق طريقة التحميل، وبيتحدد عن طريق الكونسترينز اللي هو البدايات بتاعته او الباوندري كونديشنز بتاعته. تمام. في حالة الرودز وحالة التراسز الرول بتاعه هو EA over L، يعني كل ما زودت الماتيريال اليونجز مودولس بتاع الماتيريال كل ما كانت الاستفنس اعلى. لما تزود الاريا بتاعه الماتيريال كل ما كانت الاستفنس اعلى، كل ما تزود الطول بتاع الممبر كل ما كانت الاستفنس بتاعته اقل، هيبقى اضعف، لان زي ما خدنا قبل كده في الستيل اللي هو موضوع الباكلينج والموضوع. تمام. طيب يبقى انا الرول بتاع الاستفنس بتاعتي هو الـ EA over L، والايكويشن الجنرال بتقول لي الفورس بتساوي الاستفنس مضروبه في الروتيشن. طيب تعريف الاستفنس، الاستفنس هي الفورس اللي هتعمل لي يونت ديسبيسمنت. طبعا مقصود بالديسبيسمنت هنا هي الديفليكشن او الروتيشن. تمام. يبقى الفورس اللي انا محتاجها عشان اخلي النقطة في الممبر تتحرك يونت ديسبليسمنت، يعني لو جينا عملنا كده ده رد، فانا بقول ايه الفورس اللي انا هحطها في الاتجاه ده، ايه قيمة الفورس اللي هحطها في الاتجاه ده عشان تحرك لي النقطة دي 1 يونت. فيبقى ساعتها الانترنال فورس اللي عندي بتساوي الفورس دي مضروبة في اليونت ديسبليسمنت بتاعها. تمام. طيب تعال نقول بأرقام. تعال نفترض ان انا حطيت هنا فورس قيمتها 5 طن. الفورس اللي قيمتها 5 طن حركته 1 متر. يبقى الاستفنس بتاعة الممبر ده بتساوي 5 طن. طيب تعال نشوفها بشكل تاني. لو انا جيت قلت لك ان الاستفنس بتاعت الممبر ده 5 طن، ولما جيت انا حطيت هنا فورس حصل لي displacement قيمته 2 متر. اذا الفورس اللي انا حطيتها هنا هتبقى قيمتها كام؟ لو كان 5 طن بيحركولي 1 متر، يبقى انا محتاج 10 طن عشان يتحرك 2 متر.
ده باختصار الايكويشن الجنرال بتاعت الفورس بتساوي الكي في الديسبليسمنت. اذا لو انا عرفت احسب الكي وانا عارف الاكسترنال فورس اللي موجوده زي المثال ده كده، انا عارف مثلا ان الستيفنس بتاعتي 5 طن وانا عارف ان الاكسترنال فورس بتاعتي هي 10 طن، فعرفت ان الديسبليسمنت اللي حصلت هي 2 مترز وهكذا. تمام، هيبان اكتر واحنا بنحل. طب لو جيت خطوة رقم 4 هي ان انا ابدا بقى احسب الحاجات اللي عندي دي، انا محتاج احسب الاستفنس وانا عارف الاكسترنال فورسز اللي عندي اللي هو مثلا هنا في المساله 20 طن، فساعتها هعرف اطلع الديسبليسمنت ومن الديسبليسمنت هعرف اطلع انترنال فورسز اللي موجوده في كل ممبر. اذن خطوه رقم 4 هي حساب الاستفنس. لو جينا نبص كده، انا وانس حددت ديجريز اوف فريدم عرفت الانونز وعرفت شكل الايكويشن على طول، ويبقى فاضل لي حساب الاستفنس. طيب الاستفنس بنحسبه ازاي للاستراكشر كله؟ الرول بتاعنا ان الاستفنس بيساوي الاي اللي هي يانجز مودولس في الاي اللي هو الكروس سكشنال اريا مقسوم على ال، كل ده في حاله الرودز. في حاله البيم زي بقى كلام مختلف، ده في الرودز والتروسز. طيب اول خطوه حضرتك هتعملها انك هتحط الانون بتاعك اللي هو دلتا بي اكس ب1 يونت. انا هنا شغال اليونتس بتاعتي بالمتر، فانا هحطها ب1 متر، هفرضها في اي اتجاه، بس انا افضل ان انت تفرضها في الاتجاه اللي موجود فيه الفورس، ويبقى هو ده البوزيتيف دايركشن. تاني نقطه هي انك ترسم الفري بودي دايجرام. يعني ايه فري بودي دايجرام؟ يعني تبدا تفصل الجوينتس وتبدا تفصل الممبرز عشان يظهر لك الانترنال فورسز اللي موجوده. طيب تعالى نبدا ننفذ الكلام ده. انا عندي هنا جوينت اللي اسمها بي او اللي اسمها 2 على حسب انت تسميتك هتبقى ايه، وهحرك النقطه دي 1 متر في الاتجاه بتاع الاكس البوزيتيف اكس، يبقى اذا هو ده كده البوزيتيف بتاعي. طيب هنا انا المفروض كان عندي الممبر اللي هو طوله 4 متر. طالما ما حددليش يونجز مودلس وطالما ما حددليش كروس سكشنال اريا، اذا هو كونستانت اي اي. تمام، انا المطلوب ان انا احرك النقطة دي 1 متر لجوه. طيب انا برسم اهو الفري بودي دايجرام، ده اللي هو الممبر رقم 1 وده الممبر رقم 2، وانا عندي هنا الجوينت اللي اسمها ايه، وعندي هنا الجوينت اللي اسمها بي، ده طوله 5 متر. طيب يبقى انا كده رسمت الفري بودي دياجرام وحطيت اليونت ديسبليسمنت بتاعتي وعرفت اتجاه البوزيتيف بتاعي هيبقى فين. الخطوه اللي بعد كده في الاستفنس هي انك تابلاي الاكسيال ستيفنس. وبعد ما تحط الاكسيال ستيفنس تتاكد ان فيه equilibrium at joints، تتأكد ان كل الجوينتس اندر equilibrium. تعال نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. يبقى عشان النقطة دي تتحرك 1 متر لازم النقطة دي اللي هي بي والنقطة دي اللي هي سي، اسف دي هتبقى سي، النقطة دي اللي هي بي والنقطة دي اللي هي اي. طيب تعال نشوف الخطوة دي ازاي هن apply ال axial steps. هقول والله النقطة دي محتاجة تتحرك لجوه 1 متر، عشان تتحرك لجوه 1 متر يبقى انا محتاج force
الفورس دي هسميها ستيفنس اللي هي الكي، كي بتاعت النقطة بي. ازاي احسبها الكي؟ الكي بتساوي الاي اي اوفر ال، الاي اي كونستانت والال بتاعت الممبر هي 4. طيب وعشان يبقى الممبر ده اندر ايكوليبيوم لازم النقطة التانية تبقى قدها، يعني كي سي هتبقى equal اي اي اوفر ال. طيب وعشان جوينت سي تبقى اندر ايكوليبريم فهنقل الفورس دي عكسها في الاتجاه بس بنفس القيمة، تبقى اسمها كي سي equal اي اي اوفر 4. طيب وعشان تبقى جوينت سي اندر ايكوليبريم يبقى في فورس هنا equal in magnitude opposite in direction اللي هي اي اي اوفر 4. طيب بالنسبة للممبر ده، مش النقطة دي اتحركت 1 متر يمين؟ يعني نقطة بي اتحركت 1 متر يمين في الاتجاه ده، عشان تتحرك 1 متر في الاتجاه ده يبقى أنا محتاج فورس. فورس دي اللي هي الستيفنس كي بي، بس خلي بالك دي كي بي بتاعت ممبر رقم 1، فخلينا نقول الرول بتاعها اي اي اوفر ال، ده بتاعت ممبر رقم 1 وده بتاعت ممبر رقم 2 بتساوي EA over 5. وعشان يحصل equilibrium يبقى أنا عندي هنا الناحية التانية EA over 5، وعشان يحصل برضو equilibrium يبقى أنا هودي هنا برضو EA over 5 ويبقى هنا EA over 5. تمام؟ طيب آخر حاجة، احسب لي الإكوليبريم عند الجوينت B عشان تعرف مقدار الفورس اللي انت احتجتها عشان تحرك النقطتين بتوع الممبر دول 1 متر يمين. تعالى ناخد كده الفورس دي لوحدها، فتلاقي ان جوينت بي هيتحط عليها فورس اسمها كي بي. الفورس دي بعد الإكوليبريم ودي هنا اللي هي كي بي 1، كي بي 2 ودي هنا كي بي 1، فيبقى عندك كي بي 1 ويبقى عندك كي بي 2 بعد ما عملت equilibrium. equilibrium يعني تنقل الفورس اللي عند الجوينت عكس الاتجاه ونفس الماجنيتيود. كي بي 2 هي اي اي اوفر 4، كي بي 1 هي اي اي اوفر 5. تمام؟ يبقى الفورس اللي انا محتاجها عشان يحصل equilibrium عند نقطة B هي، تعالى نعمل كده sigma forces في x equal 0، هتلاقي ان kb minus kb2 minus kb1 بتساوي 0. يبقى ال kb بتاعتك بتساوي ea over 4 plus EA over 5 بعد ما وديتهم الناحية التانية، يعني في الآخر كده تبقى 9 EA over 20، 9 EA على 20. ده كده ال KB بتاعتي، بقى ال KB بتاعتي بتساوي EA over 9 EA over 20. كده أنا عرفت الـ stiffness بتاعة الممبر عند النقطة دي. يبقى أنت لو معاك فورس قيمتها 9 EA over 20 حطيتها عند نقطة B، هتلاقي نقطة B دي اتحركت 1 متر يمين، يعني قللت طول الممبر ده بدل 4 يبقى 3، وزودت طول ده بدل ما هو 5 يبقى 6. تمام؟ الخطوة اللي بعد كده هي انك تبدأ تحسب. يبقى تاني كده بسرعة، اللي انا عملته في الخطوة دي، اللي عملته ان انا حطيت 1 يونت هنا، ال 1 يونت اللي على الجوينت اثرت على الممبرز اللي على اليمين واللي على الشمال، ممبر 2 وممبر 1. ممبر 2 اتحرك 1 متر لجوه، عشان يتحرك 1 متر لجوه يبقى انا عايز اعرف الاستفنس بتاعه الممبر ده، والاستفنس بتاعه الممبر ده عباره عن اي اي اوفر ال، يانجز مودولس الماتيريال بتاعته في الكروس سكشن بتاعه اوفر طول اللي هو ال. نفس الكلام عملته عند ممبر 1 اللي هو
stiffness بتاعت member واحد عشان يطول 1 متر، فهو EA over 5 أو EA over L بتاعته. بعد كده نقلت ال stiffness بتاعت كل member عشان أحسب ال stiffness بتاعت ال joint. ال stiffness بتاعت ال joint عبارة عن ال resultant بتاع ال stiffness بتاع الاتنين member. تمام؟ منساش هنا هي طلعت ب positive 9 EA، ده معناه إن ال force اللي حضرتك هتعمل لها application في نفس الاتجاه بتاع نفس اتجاه الفرد اللي احنا فرضناه. طيب يبقى خطوة رقم 6 هي ان انا apply بالequation ده عشان اعرف قيمة الديسبليسمنت الحقيقية، زي ما قلنا في المثال اللي فات بتاع الرد. زي ما قلت ان انا طالما عارف ان ده هيتحرك 2 متر وعارف ان الاستفنس بتاع الممبر 5 طن او بتاعت الجوين 5 طن، اذا يبقى انا محتاج فورس قيمتها 10 طن. يبقى الايكويشن بتاعتي بتقول ان الفورس عند الجوينت بي بتساوي الاستفنس بتاع الجوينت بي مضروبه في الديسبليسمنت بتاع الجوينت بي. طيب الفورس اللي عند جوينت بي هي 20 طن، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، لانها في الاتجاه اللي احنا فرضينه. طب والاستفنس بتاع الجوينت بي هي 9 EA over 20. طب وديسبليسمنت عن جوينت بي انا معرفهاش، يبقى اقدر اودي الكلام ده الناحية التانية، يطلع لي ان الديسبليسمنت بتاع بوينت بي بتساوي 400 over 9 over EA بالبوزيتيف، ده معناه ان هو هيتحرك في اتجاه الفرد بتاعه. يبقى ده كده قيمة الديفليكشن اللي هتحصل. طيب انا عايز اطلع الانترنال فورسز، ازاي اطلع الانترنال فورسز؟ الرول الجنرال بتاع الانترنال فورسز هي ان الفورس عند الممبر اي ممبر بتساوي حاجة اسمها الفيكسد اند فورسز، ده لو هو عنده فورسز موجودة عليه، يعني تعتبر الرياكشن نتيجة الفورسز اللي موجودة على الممبر اللي عندك. فدي دايما بنرمز لها ليه؟ F نوت. يعني ممكن تكتبها fixed end forces او fixed end moments في البيمز، او ممكن نقول انها F نوت بلس الفورس نتيجة كل degree of freedom. طيب انا عندي هنا كام degree of freedom؟ انا عندي degree of freedom واحدة، يبقى الفورس نتيجة degree of freedom واحدة. طيب تعال ن apply الايكويشن. فورس في member رقم واحد بتساوي، عشان افرق بس ما بين الانوتيشن دي ودي وده، فورس في member رقم واحد بتساوي الفيكسد اند فورسز. هل ممبر رقم واحد اللي هو هنا ده اللي هو 5 متر عليه اي فورسز في النص بحيث انها يبقى ليها رياكشن لو انا عملت الفري بودي دايجرام؟ لا ما عنديش، ومعظم الرودز هتبقى كده، فيبقى الاف نود عندي هنا بزيرو بلس اف واحد. اف واحد هي الفورس اللي هتتكون في الممبر رقم واحد نتيجة الاستفنس بتاعته. طيب زي ما قلنا هنا الفورس في الجوينت بتساوي الاستفنس بتاعت الجوينت في displacement الجوينت، نفس الكلام هنا نقدر نقول ان الفورس في الممبر بتساوي الاستفنس للممبر مضروب في displacement اللي هتحصل في الممبر. يبقى الفورس هنا هي استفنس الممبر رقم واحد في displacement اللي هتحصل لممبر رقم واحد. طيب لو جينا نشوف كده الاستفنس بتاعت الممبر رقم واحد، طيب الاستفنس بتاعت الممبر ده اللي هي EA over 5 EA over 5 بتعمل تنشن على الممبر، اذا هي بوزيتيف EA over 5، يبقى بوزيتيف EA over 5 البوزيتيف ده ليه؟ لان الستيفنس فورس اللي كانت هنا بتسبب تنشن للممبر. طيب والديسبليسمنت عند النقطه رقم واحد
الـ displacement اللي عندنا هي الـ 400 over 9 EA، فأنا عوضتها بإشارتها اللي هي كانت positive، يبقى دي هنا same sign as زي ما احنا طلعنا. طيب هنا الـ EA هتطير مع الـ EA ويتبقى لي 400 over 5 multiplied by 9، يعني تطلع 8.89 tons. تمام، الإشارة بتاعتها positive، ده معناه إن الـ internal force اللي عندي هنا هتبقى tension. طيب بالنسبة لـ member رقم 2 fixed end forces، خلاص اتفقنا انها بصفر لان ما عنديش forces عندي هنا جوه، بلس الستفنس بتاعت الممبر رقم 2 في الديسبليسمنت اللي حصلت لممبر رقم 2. تعالى نرجع كده لممبر رقم 2، هنلاقي ان ممبر رقم 2 حصل له compression لجوه، وقيمة الستفنس بتاعته EA over 4، يبقى انا عندي هنا EA over 4، بما انه compression فانا عوضت ب negative، يبقى negative ده عشان compression، هضربها في displacement، ما عنديش غير displacement واحدة اللي هي 400 over 9 EA بإشارته اللي هي positive، EA هتروح مع ال EA، يبقى عندي في الآخر negative 11.11 tons، وده compression. هنلاقي الكلام ده منطقي جدا، لما تحط 20 طن عند النقطة B هتلاقي ان ممبر 2 هيحصل له compression وممبر 1 هيحصل له tension، وبما ان ممبر 1 الطول بتاعه اطول فالستفنس بتاعه اقل، فهيسحب forces اقل من اللي هتسحبها الممبر اللي هو رقم 2. طيب اخر خطوة خالص هي ان انا احسب الرياكشن. طيب الرياكشنز هنحسبها بطريقة الـ free body diagram، فأنا هرسم الممبر هنا وأحط عليه الفورسز بتاعتي وأشوف الرياكشنز. طيب فأنا عندي هنا 20 طن، internal forces هنا كانت tension بـ 8.89 هنا compression 11.11 وزي ما اتعلمنا في الإكوليبريم بنقل الفورس الناحية التانية تكون عكسها في الاتجاه و equal in magnitude، فهنا يبقى 11.11، يبقى الرياكشن اللي هيحصل هنا 11.11. نفس الكلام الناحية دي، هنقل ده يبقى 8.89، يبقى عندي الرياكشن 8.89 في الاتجاه ده، يبقى الرياكشن هنا 8.89 والرياكشن هنا 11.11. ده x عند النقطة A وده x عند النقطة C. تمام.